ننتم اليوم مع مشاركين من فرنسا ومن كندا ومن مناطق مختلفة ندوة دولية حول التعاون بين إفريقيا وبعض القوى التقليدية كأوروبا وفرنسا أو القوى الصاعدة كالصين وروسيا. وفي هذا الإطار سيتساءل المشاركون في هذه الندوة على مدى قدرة إفريقيا على الاستفادة من هذه الشراكات المختلفة تتعلق الأمر بالشراكات مع قوى تقليدية كفرنسا وأوروبا أو بشراكات جديدة مع كل من الصين وروسيا. ينعقد هذا المؤتمر الدولي في هذا اليوم بشراكة مع معهد الدراسات الجيوستراتيجية التطبيقية بباريس وجامعة ألبرتا في كندا. ويجمع هذا اللقاء الذي هو شراكة بين الكلية وهاتين المجموعتين تلة من الباحثين في مجال العلاقات الدولية والعلاقات الجيوستراتيجية لنقاش كل القضايا المتعلقة بالتالوت الأول المتكون من القارة الإفريقية وفرنسا وأوروبا في مواجهة انعكاسات هذا التالوت على التالوت الثاني المتكون من الصين روسيا وإفريقيا. ويظل هذا الحدث مهم بالنظر إلى انعكاسات العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المغربية التي تعرف نشاطا متميزا في اتجاه القارة الإفريقية بصفة خاصة منذ انضمام المغرب منذ سنة 2017 إلى منظمة الاتحاد الإفريقي وخلق منطقة تبادل حر بين الدول الإفريقية وانعكاسات هذا التكتل الجهوي في مواجهة القوى الصاعدة التي تهدف إلى خلق فضاءات لها من الناحية الاقتصادية والمالية. يهدف هذا اللقاء كذلك إلى إغناء النقاش حول كل القضايا المتعلقة بالعلاقات التاريخية التقليدية بين فرنسا وأوروبا وإفريقيا من جهة والعلاقات الحديثة بين الصين وروسيا وإفريقيا من جهة ثانية لبحث كل العوامل التي تساهم في صنع قرارات جديدة لدى متخذي القرار السياسي من الناحية الاستراتيجية والسياسية. يهدف هذا اللقاء كذلك إلى بحث كل الإشكاليات الاقتصادية والقانونية التي ترمي إلى ربط جسور التواصل بين إفريقيا وجيرانها بصفة خاصة الجيران التقليديين فرنسا وأوروبا والجيران الجدد كالصين وروسيا من جهة ثانية.